ألو، ألو، شلونك؟ الحمد لحظة شوي بس ثاني. العم، بس خفتي أحكم عليك ترقصين صح؟ العم ما في رقاصة وأنت موجود، صدقني أنت ماخذ الرقص موهبة وجدارة بعد. لا راح ترقصين؟ طيب اطلع شغل الضوء عندك، اتكلم مثل الرجاجيل، اتكلم مش اتكلم، رد علي لما اكلمك، وبعدين شوف مين بيرقص اخر النهار. اوكي، انتظرني في القست يا العم، ولا تقول لي 20 فايز وانا ابدا. ستيفن حبيبي، اخبارك يا قلبي؟ والله تمام، الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. من يلا هسه بلا كابتشر ولا حد ياخذ الفيديو ينزله على اليوتيوب، مثل اليوم نزلناه والناس نازله دق علي غلطوا عليه. حبيبي ستيفن، احنا قلنا بدون ما تشوف الكومنت صح؟ لا لا، ما عندي شيء الكومنت ثاني، بس اقول لا حد ياخذ الفيديو ينزله على اليوتيوب مثل باقي منزلين فيديو عليه. يعني راح ينزلوا يوتيوب، انت عارف يعني. اوكي، ما لي دخل بالكومنت. يلا تتحدى. اكيد انزين، عندك رقم معين؟ اختار رقم وانا اقول لك انا خسران. خسران ولا فايز؟ انا اختار الرقم. مين فايز مين خسران؟ تبلش. اختار رقم واقول لك من خسران من فايز وانا ابلش. اوكي، بس انا اللي اختار الرقم تقصد ولا انت؟ انتي انا اختار الرقم، مين خسران ومين فايز، انت تبلش. اوكي. ستة وستين فايز. انا اقول لك مين خسران من فايز. شنو؟ انا اقول لك خسران ولا فايز. يعني انت تقول خسران ولا فايز وانت تبلش. اي اوكي اي، انا اقول لك خسران ولا فايز. زين، نلعبها من ثلاث ارقام. اوكي لا، خليها رقم، خليها رقم هنا احسن. 84. خسران رقمين. مين يبلش؟ انت قولي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة. إحدى. ايش قد الرقم هون؟ نسيته ترى، بالي شهوش. قد الرقم؟ 11. الرقم ايش قد هو؟ الخسران ايش قد؟ 84. 84. ايه ماشي، 14. فهد حبيبي 15، علي 17 18، 20 21، 23. 24، 26. 27، 29. 30، 32. 33، 35. 36، 37، 38. 39، 40، 41. 42، 43، 44. 45، 47. 48، 49، 50.
51 52 53. 54 56. 57 59. 40 41 59. 59 60 61 62. 63 64 65. 66 68. 69 71. 72 73 74. 75 77. 78 80. 81 82 83. مبروك. قولها عادي. قولها عشان أتمتع وأنا أسمعها. مبروك عني مبروك. شنو؟ تستاهلين. حبيب قلبي والله أنت يا ستيف، الله يسلمك الله يخليك. ترى أنت من الجستات المميزة عندي. شكرا يا ريت من ذوقك هذا. زين، ما راح أسوي لك اليوم رياضة. ولو تعلمت عليها بس اوكي ما اريد. تعلمت عليها؟ لا ما اريد او فيها تعبان. اوكي، عندك طحين؟ اسمعني، أكيد عندك زيت؟ موجود. جيب الزيت والطحين وتعال. أعطيني 3 أحكام، الزيت أسوي بداية. خلاص جيبه وتعال. 3 أحكام. أعطيك 3 أحكام. الحكم الأول تعمل الرياضة 250 مرة. الحكم الثاني تشيل شعرك. الحكم الثالث زيت وطحين. اوكي سنايبر خليك متابع، سنايبر اذا موجود خليك متابع. الرياضة قد اسوي 250. 250 اي سنايبر موجود ولا لا؟ سنايبر اذا موجود خلي كومنت. كانوا 50؟ اي اوكي زين. هذا سلمي رياضة راح اسوي رياضة 52 رتب 52 250 تدلقي تقفز. اوكي يد قفز 10. اوكي يلا شو يسوي؟ سنايبر اذا موجود سنايبر هسه الحكم نفذته. نعم هل سنايبر يحكي الحكم نفذته هسه؟ ليش ليش شو يخصني بسنايبر انا؟ هسه قلت شلون. لحظة لحظة لحظة، أنا قلت لك تسويها 250 مرة. 250 قلت لي واحدة واحدة. سنايبر موجود لو لا؟ أنا حبيبي هذا مو بث سنايبر، هذا بثي أنا.
لا لا لا، انت ما قلت لي سوي دور الاخ. اقول لك سوي 1 2 3 4 عدل لك ل 250، قلت لك سويها 250 مره. كان قلت لي، كان قلت لي سوي واحد من واحد ل 250. لا وقول والله. خلي سنايبر يحكي، شو ساكت سنايبر، سوي الجلاد سنايبر. يعني جات تتذاكى علي.